تفتكر محتاجين ايه عشان نطور صناعة بلدنا؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة اللي موجود على مواقعنا في الفيسبوك والانستجرام. خلينا ناخد اول اجابة من عبد الله الغرباوي، بيقول صباح الخير يا مصطفى ويا منة. انا شايف ان احنا لازم نربط الاجر بالانتاج مش بساعات العمل، ونحافظ على العقول المبدعة في كل شيء. حسام جندي قال صباح الخير عليكم من مركز ومدينة منشأة ابو عمر، بيقول شايف ان تنسيق العمل بين الجهات العاملة على ملف الصناعة. انا متفق معك في النقطة دي. ثانيا، سهولة حجز الاراضي الصناعية المرفقة دي بنشوفها في دبي وفي عدد كبير من الاماكن، ورواندا بالمناسبة الدول اللي هي بتشجع الصناعة، سهولة حجز الاراضي الصناعية المرفقة. ثالثا، عدم تعامل المستثمر الصناعي مع اكثر من جهة، اللي انت بتكلم على اساس الشباك الواحد يعني. رابعا، تبسيط الاجراءات امام المستثمرين الجدد، واعتماد سياسة مالية وضريبية وجمركية ثابتة لتوصيل رسائل للمستثمرين، رسائل إيجابية يعني بثبات هذه الإجراءات التي يتعامل عليها. شكرا لك يا أستاذ حسام، شكلك يعني إيه متخصص ومتابع. تسلم إيدك. طيب، أحمد الشامي بيقول سؤالكم محترم، محتاج الضمير أولا وبعدين إسناد الأمر لأهله ومختصينه ومنحهم الثقة والإمكانات في كل حاجة بما فيها تطوير الصناعة والزراعة والتجارة وكل المجالات. صباحكم جنة تجري من تحتها الأنهار، صباحك ورد وفل يا أستاذ أحمد. عندنا أيضا جيهان المصري، توب فان لصفحتنا، بتقول صباح الخير عليكم من الإسماعيلية. التطوير لازم يكون من جوانا، لازم يكون هناك حسن إدارة، لازم يكون هناك كوادر بشرية مؤهلة، لازم يكون في توفير خطة للتطوير. نرجو الاهتمام بسوق العمل وأصحاب الأعمال ورجال الصناعة، وندور على الشباب اللي بيسعى فعلا لإنتاج منتج جليق بسمعة مصر. شكرا لك يا أستاذة جيهان. سمر حماد بتقول صباح الخير عليكم، التطوير في الصناعة دايما بيكون بالاستماع لرأي الشباب من وجهة نظرها. احنا بنقول او هي بتقول احنا ما قلناش ان احنا نسمع كل الاراء او ان احنا نطبق كل الاراء، لكن نبتدي نعمل تحليل لكل راي من الاراء اللي بيتم طرحها، واكتر راي بيتم الاتفاق عليه وشايفه ان هو قابل للتنفيذ يتم تنفيذه كنموذج تجريبي في مجال معين، لو اثبت نجاحه نقدر نعممه على كافه الاصعده. بالاضافه تاني للاستعانه برضو بالشباب في صناعات خصوصا اصحاب المجال نظرا لخبراتهم. ده رأيها، بتقول ده رأي عادي من ضمن مجموعة آراء. واضح برضو ان سمر مهتمة بالصناعة ومجهزة مجموعة آراء، مستنيين بقية آرائك كمان يا سمر. طب فن لصفحتنا سامح النبوي بيقول معدات ومعامل اولا ثم خبرة وتبادل. سمح هتزعل منك عشان دي سماح. سماح ايوه انا اسف يا سماح. أنا رأيتك سامح يا سماح، أنا آسف والله، حقك علي. سماح النبوي بتقول معدات ومعامل أولاً ثم خبرة وتبادل معرفة وخبرة مع الأجانب وتسهيل إجراءات للمستثمرين ودراسة جدوى مشروعاتهم من قبل متخصصين محايدين. شكراً ليك يا سماح، قلت كلام محترم. طيب، احنا لسه معانا اراء كتير ومعانا افكار كتير انتوا طرحتوها على صفحتنا، ومستنيين كمان تقولوا لنا اكتر ارائكم ايه. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا.